السلام عليكم شباب، وياكم حيدر وليد. اليوم عندنا ردة فعل مباراة برشلونة وألافي. كل التوفيق لفريق برشلونة، نتمنى الفوز، نتمنى نحقق 3 نقاط، نتمنى الفريق يقدم أداء حلو، نتمنى نشوف مباراة حلوة. ولو اليوم شوية تشافي مغير بالتشكيلة، راح يلعب بكريستنسن بالمحور، وبيدري راح يكون على الجناح الأيسر، بس ما أعتقد راح يكون مركزه الحقيقي بالملعب. على كل الواعيين دخلوا أرض الملعب، راح نشوف المباراة. يلا بدت المباراة شباب، كل التوفيق لبرشلونة. يلا يا شباب، ما أعرف ليش تشافي ما يبدي فيتور روكي، يعني ليش ما تدي؟ هم راح يسجلون جول مبكر، ضربة جزاء، تسلل حلوة، كيوبارسي يا أسد، كان تدخل على الكرة. لا والله ما لمس الكرة، ناوين شر علينا ذولا، مو هم اللي سجلوا علينا جول أول 17 ثانية إذا ما غلطان أنا. كل لعبهم على جهة كانسيلو، أولا يتقدم هواية وثانيا يغلط. النتيجة، خلينا لكم النتيجة، حاطين 3 على جهة لامين يامال. بيدري شبيك بيدري؟ شنو الفيلم؟ ضاغطينه ضغط مو طبيعي. ترى الدقيقة الثامنة لامين يامال ملزم الطوبة لحد الآن، ما وصلت له طوبة، يعني فريقنا مدى يوصل طوبه اصلا. شوف ايش كم مره هم وصلوا لداخل منطقه جزائنا، احنا لحد الان ما واصلين لها. يلعبون احسن من عندنا لحد الان، لازمين اللعب هم، احنا كل شيء ماكو. يلا اسرع اسرع، ليش واقف؟ يرجع، يعني عندك ناس 7 لواعب بمنطقتك، استغل الفرصه واروح اهجم عليهم، اسوي مرتده. لا احنا برشلونه لا، لازم الا الفريق يرجع كله، يلا نحاول نهجم، ما نعرف نلعب. لامين يامال تخطى الطوبه، واخيرا دقيقه 8 و17 ثانيه. اليوم منتخب الياباني خسر بكاس اسيا ويا منتخب ايران، قعدت من النوم لقيت ايران متحصلين ضربه جزاء، سجلوها وماكو ثواني ودقائق عشان يصفر الحكم. حاليا مباراه قطر واوزبكستان متعادلين 1-1. راسك منو هذا؟ اراوخو ايش تضرب يا اخي؟ ليش الفرص ما نستغلها؟ جت الطابه على راسك اضربها عدل. شوف شو يسوي يا اخي، هو المشكله مو مهاجم، بس هو كان يلعب مهاجم قبل اراوخو، ضربها على رجل المدافع. ليش ما ياخذ انذار؟ ليش ما ياخذ انذار حتى لا تعيدها بعد. والله بصراحه هي فاول، يعني خليني احكي الصراحه، فاول على اراوخو. شوف شلون يطلعون بالطوبه يا اخي، والله العظيم تنقهر. تشوف كل الفرق عمليه الخروج بالكره تخبل عندهم الا برشلونه يعانون. طبعا هي المشكله بانتشارنا احنا بالوضعيه الدفاعيه، برشلونه زفت متاكد 100%. يعني تشافي بالتدريبات ما يدربهم على الصيغه، يقول لك من تنقطع الكره حاول تجيبها. زين غير تسوي منظومه انت تخطيه ومان تو مان وهالسوالف. دقيقه 15 برشلونة يريد يطلع بالطوبة، ما يطلع، ما يقدر فريقنا ما نقدر. وحتى لو سوينا فت حركة حلوة طلعنا بالطوبة توصل ليفاندوسكي توقف الهجمة، لا تنقطع. يلا كانسلو يلا، وين دتشوت ويا كوما الوعيب؟ ليش دتشوت؟ شعجب أخذنا الكرة، شعجب مدى أصدق قطعنا الكرة بسرعة. نريد فوز 5-0. يلا كيوبارسي يا أخي والله بسببكم صارت عندنا شخصية متذمرة، صرنا بس نتذمر حتى بالحياة الخاصة من ورا برشلونة. تظل تشوف المباراة وتظل بس تحكي وتنقنق وتتذمر. حلوة هاي ليفاندوسكي، ايش عجب وين رايح؟ لا 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 لا، شيل 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 شيل، حلوة كيوبارسي، بس شوف لي كيوبارسي بلا قدر يطلع منه، هذا مدافع للمستقبل. غوندوغان مشي ليفا يا الغبي جول، ما اعرف شلون مشت وياه، تسلكت وياه الطابه، بس جول، ناخذ الجول. حلوه يا غوندوغان، بس اشك اكو تسلل، انا دا اشك من يمي، نتمنى ماكو تسلل، واخيرا سجل، واخيرا ماكو تسلل. لحظه شلون عبرت؟ لا والله عبرت حلو. انا مشكلة عندي بوضوح الصورة مو هالقد قوي، وضوح الصورة يمي مو قوي، يعني بينت يمي انه ضربت بالمدافع ورجعت له. لا والله اخذها، والله استلام حلو، هذا الاستلام اللي اريده منك يا ليفا، والله سهله، والله اللعبه سهله، الطوبه سهله، بس اخذ الطوبه اسكنها قدامي واقول. 9 اهداف، وينك وين البقيه؟ حلوه كيوبارسي لك يا اخي، هذا اللاعب يخبل. حكم عيد اللقطه مال الباص مال كيوبارسي، لو غير لاعب، لو اراوخو يلعب يمنه او يلعب على الطرف، كيوبارسي شاف ليفا طا واحده بالعمق. حلوه تغيير اتجاه اللعب. يلا ديونغ شوت يا ديونغ، حلو هسه اللعب، حلو حركه، اكو حركيه. شوف اللاعب يلعب الباص ويغير مركزه، واللاعب اللي يريد يستلم الطوبه يتحرك بمساحه، مو واقف بمكانك وتريد الطوبه توصل لك. 16 سنه شباب، 16 سنه هذا كيوبارسي مدافع 16 سنه، وترى لعب المدافع اصعب، لعب المدافع عليه ضغط اكثر من المهاجم، ترى الضغط والمسؤوليه تكون على المدافع اكثر، لان المهاجم يغلط عادي، يعني مهاجم غلط ما راح تصير شيء، مدافع يغلط هاي جول، مهاجم يغلط عادي يقدر يصلح غلط مالته بالهجمه الثانيه. حلوه هاي كانسلو،
جول جول بيدري بيدري يا بيدري بيدري. ضرب متعمد يا حكم. هاي طرد، هاي هاي طرد، ضرب متعمد. هاي مو ضرب، هذا شنو هذا؟ شلون عبر شلون عبر شلون عبر حارس شيل 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 معاد. وايد خوف هالكرة، تخوف ضدنا. هاي كوندي كوندي شنو التغطية يا كوندي؟ شلون ياخذ رأسية بنصكم التوب بنصكم واقف؟ أراخو والحارس تحسهم اثنين من غير دول، واحد ما يعرف لغة الثاني، وبداخل قاعة ودي يدرسون لغة ثالثة ما حد يعرفها. يا أخي ما كنت فاهم هذا. شلون شلون يستلم الطوبة بوحدة باريحية ويسدد؟ يا أخي راح أشوف هدومي راح أتخبل. شوفه بوحدة ديونج المفروض يغطيه. ديونج وين؟ سرحان ديونج. ديونج شبيك ديونج؟ أوكي ديونج لاعب محترم ويطلع بالطوبة حلو، مشكلته بالدفاع تايه. تايه الشوط الأول شباب، شوفكم بالشوط الثاني. رجعنا لكم شباب مباراة برشلونة ولافيس الشوط الثاني. طبعا ألف ألف مبروك المنتخب القطري، تأهل نصف النهائي، راح يواجه إيران نصف النهائي كأس آسيا. سويت ردة فعل على ركلات الترجيحية، تقدرون تشوفوها هنا إذا طلعت لكم، إذا ذكرت أخليها. يعني برشلونة سوى تبديل، طلع كانسيلو ونزل فورد. هم بوحدة هم بوحدة يا أخي، خبلوني هذا. ليش بوحدة دائما؟ دائما أكو لاعب من فريق الخصم يكون بوحدة، يهرب من الرقابة واللاعب يعوفوه. شوف كوندي يلا لمين، حلوة حلوة. بيدري 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 بيدري، وياك لمين وياك لمين وياك لمين. جول 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 جوندوغان جوندوغان جول. يخبل 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 الجول. حلوة يا جوندوغان، يا الله على الجول يا الله على الجول. يلا يا برشا يلا. الجول 80% لمين يمال، 80% لمين يمال. شوف القتالية على الطوبة، شوف شوف القوة الجسمانية. أنا قلت لكم قبل إنه لمين يمال قوته الجسمانية مزدادة أكثر، صار يلتحم، يقدر يأخذ كرات، يقدر يجي يربح يجي كرات. بس يا الله يا بيدري والتسديدة، أوف 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 أوف. تمريرة مال بيدري والتسديدة مال جوندوغان وياها على الطاير. هاي اهداف الدوري الانجليزي. يا الحارس يا الحارس يا الحارس، بعدنا استونا فرحنا بالجول. اول اللاعب بوحده بدون مراقبه والحارس صافن. مصور مصور والله. بعدنا يا الله بدنا نشوف الاعاده مال الجول مالتنا. اجى الاول علينا. شوف اراخو اراخو التويه ويا يا اراخو. شلون شلون هرب منك؟ ايش ده تسوون؟ ايش ده تسوون؟ والله كارثي كارثي. اراخو والحارس اكثر اثنين كوارث بفريقنا حاليا. شوف شو يسوي؟ امد راسي امد راسي على الطوبه. ليش ما يصير نفرح يعني؟ اراخو اراخو يخوف يخوف اراخو. ما يعرف ما يعرف اراخو. لازم حارس لازم يرجع للحارس اراخو. ما يعرف يراد له يقعد دكه فتره طويله، شويه يرجع من مستواه يقعد ويا نفسه. شوف كيبارسي بس التخريج مال الكره يجنن يا اخي. شنو اللاعب هذا؟ مشكله المعلقين ما ينطوا حقه، والله ما ينطوا حق المعلقين. يعني هاي تخريج الكره مال كيبارسي، هاي لعيب عالميين يسووها. لاعب عمره 17 سنه بس. ارجع ترى النفسيه ما تتحمل، يسجلون علينا تعادل. والله النفسيه ما تتحمل، والله تعبنا هذا الموسم كلش تعبنا والله. الله يساعد جماهير برشلونه يا اخي، اكثر جماهير تعبانه نفسيا. صرنا مرضى نفسيين، صارت بينا امراض، صرنا متذمرين من كل شيء نشتكي. شو هسه هذا حب الفريق؟ شو هسه ايش دا صار يعني؟ حتى ملابس التيشيرت مالته ما لبسه، صارت من لبسه نشيل اربعه. تخوف هاي كل هجمه لهم تخوف. كوندي تسرع كوندي، مستحيل مستحيل يا كوندي مستحيل، انت متقدم عليه. شوف اراخو ايش دا تسوي؟ دا يراقب اللاعب، يباع اللاعب، عايف الطوبه. اراخو عايف الطوبه يباع اللاعب. اي فيتور روكي يلا يا فيتور روكي يلا يا النمر. طبعا سجل هدف اول إله ضد اسبانيول، العفو ضد اوساسونا، بس ما شفته المباراه ما شفته للاسف. لا غوندوغان مصاب، انا بدال تشافي هسه شو اسوي؟ اذا غوندوغان طلع راح تتخرب امورنا كلها. طلعوا غوندوغان اوكي، رجع كريستنسن وصعد كيوبارسي محور. اذا تشافي ذكي يسوي هالخطه، لان انا اذكى منه واعرف بالطوبه. انا اريد لاعب يطلع لي الطوبه بشكل حلو. كيبارسي عنده هالمواصفات. الاصابات ما راح تخلص، اصاباتنا ما راح تخلص. هاي ثامن مدري تاسع اصابه. يلا بيدري بالعمق حلوه. فيتور روكي فيتور روكي، جزاء جزاء. الحكم يقول ما بيها شيء، هاي ما بيها شيء، هاي هاي جزاء. شنو ما بيها شيء؟ عفوا عفوا. اي اي حلوه حلوه فورد. فيتور فيتور روكي فيتور روكي. يا الله يا النمر كشر عن انيابك يا النمر.
حلو الجول فيتور روكي صناعة من هكتور. انطي ثقة خليه يلعب، ليش ما خليه يلعب اللاعب؟ ابن اخوي سمع الصياح راس يجي يموت على الصياح. عينك على الهدف، صدق عينك على الهدف. شوف لمين لمين همينا إلا دور بالجول. شباب صح فريقنا حاليا بمستوى متدني، بس والله عندنا مستقبل خرافي. هاللعيب الشباب الصغار اللي عندنا مستقبلهم يجنن، بس مدرب شوية يشتغل عليهم صح. شوف شوف والله ذكي، عافة شوف عافة عافة فيتور. اوبا احب الاهداف، هاي اهداف ميسي، هاي اهداف ميسي. ترى حتى المباراة السابقة ضد اوساسونا اول ما نزل سجل جول. المشكلة على هذا المستوى تشافي راح يظل يستعمله كبديل، يقول لك هذا اول ما نزله بديل يسجل جول، ليش العبه اساسي؟ طبعا الفرحة بالجول نسيتنا التمريرة مال هكتور فورد. هاي بالدي مستحيل يسويها، بالدي هاي الكرات مستحيل يسويها. شلون لمح المهاجم لعب له هاي هاي ما كل تصير الارضية، الخلفية تصير ورا المدافعين اللي كان يلعبها جوردي ألبا لميسي. شوف هاي هاي التمرير اللي قلت لكم عليها، شوف شلون لعبها جوا. وين بالدي؟ يا مستحيل يسوي لنا اياها بالدي. تحرك ليفاندوسكي عجبني بهاللحظة، سحب وياه اثنين. شنو هي قدام الحكم؟ الضرب قدام الحكم وعادي مغلس. ليش فول؟ ليش فول؟ لا انطرد فيتور روكي، طرد فيتور روكي، طرد. شو منتخب العراقي هذا يسجل جول وينطرد اللاعب؟ شلون؟ فاول إلنا، الفاول إلنا يا حكم يا غبي، الفاول إلنا بالبداية. ما متقصد يا حكم، يا سيد الحكم يا غبي يا حكم، ما متقصد أصلا يا أخي، ما متعمد والله. هاي فاول هنا، فاول هنا لزم بيدري يا أخي، ما لمسه يا حكم، ارجع للفار ارجع للفار، ما كان متعمد. اللاعب هو اجى على رجله، اللاعب الدفاع هو اجى على رجل روكي. احنا ما راح نخلص من التحكيم مستحيل، هذا الموسم موسم تحكيمي، انطوا الليغا للتحكيم والله اذا يردوها. شنو السيناريو هذا؟ شنو السيناريو؟ اوه يا الهي، يعني تريد تفرح، تريد تفرح بلقطة بمباراة، لازم لو التحكيم لو تشافي لو اللواعيب لو يجيك الحارس يخرب عليك فرحتك. زين الفار ليش ما تدخل؟ خرسان خالين خرسان على الفار، ما يحجون لغة إشارة. هذا نفس الحكم اللي طرد أراوخو بالكلاسيك وطاهم جزاء وهمية. يلا ليفا ضرب يا حكم، ضرب على الوجه يا أخي. هذا شنو الحكم هذا الكارثي؟ بس اللقطات اللي علينا يشوفه. أوه روميو، روميو راح يدخل. آهية آهية خسرنا. لا 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 يا الله، روميو راح، روميو راح، روميو انسحل. حكم حكم حكم، انذار، شيء انذار بس علينا، بس ركز لي على السحلة مال روميو. راح روميو طلع برا الملعب وراح اخذ صورة ويا المصورين. حارس حارس يا الغبي، يا حارس يا الغبي على ايدك. انتهت المباراة شباب، الف الف مبروك مشجعين نادي برشلونة والفريق الكتالوني. بصراحة مباراة صعبة كانت كلش، اهم شيء الفوز، فزنا فرق هدفين هذا الشيء حلو. الحكم والتحكيم ما اعرف ما اعرف شو احكي بعد، يعني ظلم يعني طرد ما اعرف هيك بدون اي شيء. على كل اهم شيء الفوز، ثلاث نقاط. اذا عجبك الفيديو شباب حط لايك واشترك القناة، اذا ما مشترك فعل الجرس حتى يوصل لك اشعار بالمقاطع اللي تنزل. اشوفكم فيديو الاخ، مع السلامة.